بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وقيبتي لبات محاضرتي العقلانية حديثا أما قديما وحديثا حان كسو هذا اللي عقلانية ده محلي ده عقلية ده عقلانية ده محلي قوة ده يسيد الإسلام كو عقلية واحترامي يمالها وحكا قبان كرام وحكا كيني كرام يمالها قصة وحبكا كيني كرام وشراعاته أي كاستاجسي أما كحكميسي ما دام أوسن وحبك سوساري كرين كوري ريو وعن كذا اللي وان سوشيكني ترسي يهوري فكر كان إن إله الشرع جيسا يوحيي عقلي قال غور مري وعقلي قو النقض ميزانك شرع هذا وحو ربنا كقاتا وحو ربنا الديد وطورة تاريخ ذي بوصاب الله ذي فكر كاس ووصو أبترني إلى إبليس إنو كو أبتر صدو ينصو الشيكن وما دي قال ذاها الرسول الله دقال لم يشري هي وحيقة هي حقة هي قنين هي يتشيت كامره مركي إسلام كي نبي جينا صلى الله عليه وسلم وقتي قلت صوت صار ينصو قارنو قريش هي قالت السيدي وكل شبهات نوعاس وتقاليد وعقليات بي كغفر تقيم وحيقة لكن النبي صلى الله عليه وسلم انت الرميسي صحابة دي سي يا أرضضو دي كدن بي سي يا أيما دي أيقو وحي نولوش كقادن تشيرين وحي أهيد وحيقة كتاب الله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه هلانا عقلي يلا ما قمنا يوحيلتها هي يو معقول معها يمسكح ذا مجلي كره وركاسي أكتر ذا مؤلين كورمي بالله بتمرك إن شرع جا إلهي ضد إسلام نمشي جناي إن وحي جي إلهي سودجي أما رسول كيف صلى الله عليه وسلم إن يوحي مسكح ضد كهلين كدي دانو كجهر تجا وحلاقي كرا منافقين تبا هرتا قيب كأها ووح كم ده كتل معنا سيدو كلا تصليا شهرين تتلمام يوحى كم ده قصة ده أي صوت صارين صحيحين كي غير كتب نلدي جريد الخويسرة أي النبي صلى الله عليه وسلم مركو قيبيي دولان كي حنين غنيموين كي لقى قبصدي سنة كي سديدات مركو النبي قيبي صلى الله عليه وسلم أي حقوب بقواي قاب كان النبي حقوق قيبي غنيمة سيدو قيبي أي لقو مناوي أسجل سيدو كهلي مان كيسة وحيلا نقطة النبي قيبين تيسي سو حقوق قيبي إنو خلدين مركو سو حقوقي لي اعدل فإنك لم تعدل عدالة سمي محمد وحد سمي سي عدالة مئه نبي محمد يويه صلوات ربي وسلم عليه ورسول الله وحو سميني ووحي وحو كوها الله ووحي وحي يجي سيدو وحو قيبي أيو ننكني وحا كلق من وكله الرئي وحو مانكي سيام اسكحدي سكهلي مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحوي صحابة قار كم إذا مركي ضمعين الدلاء اسك دايب دعوه فإن له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية اسك دايب ضد براعي دونا ضد ويالن دونا دين تنتي كفو قادان وأي كده أسيقلان
كدح بيه دور سيد الليب كو كدح بحميش لغو تورا يوكل إنكا سيوان إنكا أفكارتي سعي كفر عنتي نمانك خوارج تليها وانا نمانك عن نمانك ونبي قتل ما بي حديث قتل ما بي صلى الله عليه وسلم ككوح أهان قوني أبحي دور حلقي علي بن أبي طالب وخليفة مسلمين تهويه لكن أفكار توضو واختقاسي باللابتي ننكاسي كباللابتي نبيك قيبينتي أو حقيبيي كهر تقو ديري مركمان كاغا إن شرعي لغا كهر تقو أولي إله هذا مقومني وحيقي مقومنا رسولك مقومنا إلهي وحن وحكومي مقومنا تايدا صح وألقاسي كباللابتي زمن كي هدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه وحا صوبحي نين أسلكيس يهودي هؤلاء ليه ترى عبد الله بن سبا وريا من هذا يهودي ريا من هذا كم ذا وإسلام ماذا موجستي سو أقول نبات قالوا كدبنا بالله إنه إسلام كجده كدميو وحو كاني وحلى إلى هذا نبي أنتو صلي من صلى الله عليه وسلم دردارا بوكتري دردارا كاسين وحو تلمامي هدان دينتو حلك يمسولية دا وحقيقة ضمبين دون علي وحو كان وحل إلى هذا النبي مجره هرئ نبي يدي هرورا نيوال بوصيب ولها وصيب والروح أو وحو دردارمو نبي والبوصيب ولها نبي محمدنا وصيب ولها وصيب يسون علي بوها هل قاو حوكا كاني أرين لي إلى هذا صحابة مركو النبي قول انت صلى الله عليه وسلم دورشدي أبو بكر أي دورته هي عمر أقدم به هي عثمان أقدم به بعض يعني وحويلي وحيسكلها هوشة علي بحيسكلها هل كاسو هذا نوع كسر رتبي آل بيت كيف على دعي ضد كيو لحمري فكرة داسو فافيي آل بيت كأنو نصرينو آل بيت كحقه ده هلا سوء ليو رجعنا عي حق أن كسو قبلنا كعذون كو سميي كعذون كي عثمان لوجود ليبوه كذبنا فكر كيساس وصيادة قبل الله ضي أي شيعة وقبل الله وطي سياسة الشيعة مبادئ ده أصل كيوضوح وصلك سارية ننكا اللي إلادة عبد الله بن السبا اليهودي نلاقي قانيبو أها لبضن الإسلام كوكيست ننكا سيمركو أفكار تاك يعني نصوص فربضن أو قرآن يسونا باله بيكاقو هرتاقين وحي ويساقو سميه ومان كيسا كهلي أيضنا قضيات كليه لبضا قولا مركو هرس قواريجو صوبح دي هي الشيعو صوبح خوارجنا ننكا في تنيسان النبي وقيبتيسي عارضي بيكسو تشيدا شيعنا أصل كود وحي كسو تشيدا ننكا يهودي جي سلان نمضى انتو موجستي كدي من إسلام كينو قدها كدو ميوكو تلقل شبهات كاي أفكار تامركا كياني لبدا قولو أيا مركا أصل كي عرمان نوعان وكلا اي كسو تشيدان وبلاوي مصوصة إن لفضو ديشت كدي وحا بلاوضي وصدحيه وحل إلى هذا القول بالقدر نين لديه جيرا معبد الجهني أيا وحوك يعني فكر إلى هذا إلهي قضيه سي قدر كي سينو إنكره قضية قدر كم حل إلى هذا ومبدأ كم إذا مبادئ إيمان كصوما لحد أركان الإيمان كي كم إذا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره إلهي إنو كون كان أوت لسي إنتو صن لسن إنو سي أغار وأوجا وون قري وحول بور دعينا مركو دونا يسجد دوني تانكي سوق دعيا مركو دونا كدبنا يسجد أبو ريا كن دعيا أهو دعيا كدبنا ساسو كو إيمانا يا شيخ قضاها إيه قدر كا إيه قرشها هراء إلى هاي ليه كون كان كلي إيه هاي أيو إنكري حما كم تشرب معبد الجهني بالليل معبد الجهني فكرة داسي وحايسو رقاتني للي جري غيلان الدمشقي وحالي هذا فكر كاسي وحو كسو تشيدا أصل كيسو
markii dambana masaa'isha ugu waaweyn ee ahlu sunnaha iyo firaqu ku kala tageen ka mid ahaa nin la yidhaahdo abu yuunus ama sawsan annasraani nin nasraaniya baa fikirkan asalkiisu ka yimid ninkaasaa ka soo qaatay macbad aljuhani iyo kaylaani dimishqi iyo caqliyadaa marka waxay la yimaadeen waxyaala maankooda ay ka heleen oo arrintaa qadaha iyo qadarka ku saabsan oo nusuustii qur'aanka iyo sunnadaba ay ku diideen waxaa xigay afkaartaas waxaa isaguna qaatay nin la dhihi qolo la dhihiday jahmiyada jahmiya niman la yidhaaho oo iyaguna wax kusii dardaray ilaahay sifaatkiisoo dhan bay inkireen qur'aanka iyo sunnadu sheegay aayado badan iyo axaadiista nebigu sal alla alay wasalam ay tilmaameen qur'aankii ilaahay ee hadalkiisa ahaabaa waxay yidhahdeen hadal alla ma ahe waa makhluuq in ilaahay aakhara lagu arkayo oo mu'miniintu arkayaan oo arrin qur'aankuna sheegay axaadiista nebiguna sheegay mutawaatirka ah ayuu iyadana inkiro yidhi waxba kama jiro nusuustii isaga wixii uu dejistay iyo caqliyaadkiisa diidaysay oo dhan buu meesha ka saaray iyadana wax jirta ma leba iyadana jahmiya la yidhaha marka dambe laakiin jacd ibnu dirham iyo jahm ibnu safwaan iyo qolo noocaasoo fitnaysnayd baa iyaguna waxyaalaha la yimid laakiin muddadaa hore qarnigii ugu horreeyey iyo inihii ka ag dhowaa maadaama saxaabadii in badan noolaayeen taabiciintii ardadoodiina ay markaa joogaan ay xoog badnaayeen afkaarta noocaasa way dhuudhuumanaysay afkaar bannaanka loola soo baxay oo la muujistay ma ahayn wax qarsoon oo meelaha zawaayaadka lagu faahfaafinay ahayd ninkii lagu ogaadana waa la dili jiray oo kaylaani dimishqiga iyo jacd ibnu dirham iyo raggii afkaarta lagu helay ee lalaayay bay ka mid ahay marka waxay ahaayeen fikrooyin afkaar shaad ah oo ummadda jamaahiirteedii iyo culimmadeedii iyo saxaabadeedii laga horjeedo oo lala dagaalamo dhuudhuumatay ah gadaal dambe fikirkan ah caqliga iyo wixii laga helo iyo maankaaga nusuusta ilaahay iyo waxyiga ku caari waxay xoog yeelatay markii ay soo baxday qolada la yidhaahdo muctazilada almuctazila waxaa la yidhaahdaa alcaqlaaniya alqadiima soomaynaa dhihin qadiiman waxadiidan alcaqlaaniya alqadiima cidda sida rasmiga u matashaayay waa nimanka muctazilada la yidhaah muctaziladuna waxay leeyihiin si rasmiya waxay u bilowdeen qarnigii labaad ee hijriga bilowgiisa qarnigii koowaad waa dhammaaday qarnigii labaad markuu bilowgiisa la joogo qaybta hore ayay muctaziladu ka madhab istiqlaashay oy gooni u baxday waxayna ka bilaabatay baa la yidhaahdaa alxasan ibn abilxasan albasri imaamkii taabiciga ah ardo badan buu lahaa oo majliskiisa fadhiisata xertii ardada ahayd ee dhegaysanaysay darsigiisa isagoo la fadhiya waa maalin maalmaha ka mid a waxaa la weydiiyey ruuxa mu'minka ah ee muslimka ah ee dembi weyn ku dhacay xukumkiisu muxuu noqonaya ma gaalba ma muslimba maxaa xukum la siinaya alimaam abulxasan alimaam abulxasan albasri jawaabtii ahlu sunnuhu ay qabeen oo qur-aanka iyo sunnada laga qaatay buu bixiyey oo wuxuu yidhi waa mu'min faasiqa buu yidhi innahu faasiq mu'min iimaan mu'min wey iimaankii kama bixin islaanimadii kama bixin iimaankii waa ku jiraa laakiin waa mid iimaankiisu ay u dheer tahay inuu faasiq yahay jawaabtaasuu bixiyey nin marka raggii meesha fadhiyay ka mid ah oo la yidhahdo waasil ibnu cadaa baa warkii u bogi waayey jawaabtii xasan albasri buu u bogi waayey markaasuu yidhi anugu waxaan dhihi lahaa buu yidhi mu'minna yaan la dhihi gaal weeyana yaan la dhihi laakiin ha la yidhaahdo manzila bayna almanzilatayn labadaas meel u dhexaysuu fadhiyaa war maxaa u dhexeeya labadaa qur-aanku wuxuu sheegay iyo sunnadu mu'minna waa la sheegay axkaam leh munaafiq adduunka ku axkaamana waa jiraa gaal cad oo axkaam lehna waa jiraa laakiin labadaa wax u dhexeeyo labeeb ah oo axkaam leh miyay diintu taqaana lama yaqaan marka wuxuu yidhi anugu waxaan dhihi lahaa manzila bayna almanzilatayn warka halkaasu ka bilowday kadibna
ninkii waasil ibn cadda ahaa majliskii xasan albasri intuu ka tegay buu tiir tiirarka masaajidka ka mid a ayuu fadhiisto xalqa ka samaystay halkaasaa marka loogu tegay ardo badan buu yeeshay ila nin walba wax sheegaba mugta dad unbaa iska raacay caqiidadiisii uu marka bilaabay inuu fidiyo meeshaa way meeshuu marka leeyahay alimaam alxasan ibn abi alxasan albasri uu leeyahay ictazalanaa waasil waasil waa naga fogaaday halkaasuu ka baxay magaca ah almuctazila waa nimankii durkay ee fogaaday oo majaalista ahlulcilmiga ka fogaaday wa sidaasay ku baxay ninkaasaa marka wuxuu bilaabay afkaartiisa inuu faafiyo halkaasay ka bilaabatay kadibna maalinba waxbaa ku kordhahayay fikirka muctazilada in badan oo ragga waxbaadha ka mida waxay tilmaamayaan dhacdadaas xasan albasri iyo waasil dhex martay taariikhdeedu waxay ahayd bay leeyihiin ku beegan tahay qarnigii labaad bilowgiisa ilaa tobankiisa laga gaaro tobankii sane ee u horreysay muddadaasay ku beegan tahay bay leeyihin dhacdadaasi xilliga ay dhacday tilmaamayaan ardadii waasil waa badatay waxaa ku soo beeray in la yidhahda camr ibnu cubayd kadibna waxay meeshaa hoos galay oo kuba biirayba wax kasta oo diinta necbaa zanaadiqadii mulxidiintii munaafiqiin fara badan ayaa fikirkii muctaziladii kooxdii ku biiray inkastoo meel la ah oo yacani seeftana ka baqahay ee afkaartiisana la dhudhuumanahay baa marka xertaa ku biiray halkaas baa muctaziladu marka waxay noqotay madrasadii ugu horreysay oo si rasmi ah u tabannida waxa la yidhaahdo usuul iyo qawaacid u samaysa waxa la yidhaahdo taqdiimu alcaqli cala annaqli ama taqdiimu alcaqli cala annas waxyigii ilaahay soo dejiyey in bini aadamka maankoodii caqligooda laga hormariyo qadariyadu markay muctaziladu soo baxday firaqdii ka horreysay afkaarteedii oo dhan way urursatay maalan jahmiye qadariyada iyo jahmiyada iyo mucatilada afkaartoodii ka horreysa oo dhan way ururiyeen muctaziladu wixii iyaga iyada ka dambeeyeyna iyaday ka qaateen fikirka ka qaateen maalan hadda yacni ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo kullaabiyada iyo afkaartoodu waxunbay ka tageen mooye laakiin asalku waa afkaartii muctazilada wa marka wixii ka horreeyeyna way ururiyeen wixii iyaga ka dambeeyeyna iyagay ardo u noqdeen oo marti ugu ahaayeen afkaartay dejiyeen sidaas daraaddeed almuctazila waxaa la yidhahdaa xaqan iyada ayaa waxay tahay midda matasha alcaqlaaniya alqadiima waxaa matala fikirka ictizaalka matala aaraadeeda waxay caan ku ahayd oo firaqda kale kaga gedisnaayeen niman waxay ahaayeen aada u dhiiran oo fikirkooda si kastoo diinta uga horjeedo muujistay ahaayeen waa nimankaa keenay markaasi caqligu waa xor naskana qur-aan hadduu yahay iyo xadiis hadduu yahayba caqliga ha loo bandhigo maanka bini aadamku miisaan ha u noqo wixii caqligu diido oo xagga ilaahay ka yimid laba mid waa inuusan sugnayn oo xaq uusan saxba ahayn ama ma ahe macnahaas ka muuqda macnihii saxa ahaa ma ahe macno kale waa in loo leexiyo waa waxay ku magacaabaan markaa ta'wiilka iyagu ay dhahaan xaqiiqadiisuna taxriifka xaqiiqadiisuna taxriifka qaacidadaasay marka keeneen usuushooda ugu waaweyn marka nimanka waa asalka la yidhaahdo taqdiimu alcaqli cala annas wixii cuquushooda waafaqa oo nusuusta ka mid iyo waxyiga waa aqbalaya wixii cuquushooda jiran khilaafana oo nusuusta ka midana waa diidaya maalan cabdiljabbaar almuctazili alusuul khasa khamsa kitaab la yidhahdu leeyahay wuxuu tirinayay adilada shareecada markaasuu wuxuu yidhi ina adilaalata arbaca tusmada wax laga qaatiyo adiladu waa afar buu xujatu alcaqli waalkitaab waalsunna waalijmaac buu maxaa u horreeya xujatu alcaqli baa u horreeya saas daraaddeed hadday istacaarudaan oo iska hor yimaadaan kitaabka iyo caqliga adeer kitaabka meel ha la saaro macnaha laga leexiyo xadiis hadduu caqliga ka yimaadaan isaga waa inoo fududdahay maba sugnaan dhahayna nebi maxamed waaba lagu been abuurtay waaba dhahaynaa isaga maadaama caqligii uu diiday ama aayadda iyada ma dhihi karno ilaahay kama sugno ma dhihi karne iyada macnahaan leexinaynaa saasay keenay nimankaasi marka
وأنا ما كان برنامج كافي الأصول وحلي له هذا أصول الإيمان الخمسة يلي نقص أصول الإيمان ما غير أكتن يا خمسة ما يقلب تضوا ستة صوما أركان الإيمان ما قوي إنك تن أركان الإيمان سو لحمة يقولون أركان الإيمان أصول الإيمان أو لحمة إليه حيل هذا التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشن صوما كل معناها قروح سنة أركيسان معناها سي معنى يالك لا يستعماله مثلا التوحيد هذا كله هذا عند المعتزلة بعد قادم إله يقول لك إليه لزو قادم ميس التوحيد وحقوية قانان إله الصفات كيسين لا إنكره صفات إله إن لا إنكره بيتوحيد كوية قانان إيه وكذلك مصطلحات كان أدرك يصورنا معناها هذا دقو هذا كفه من كرتمه معناه كلا يكلا هذا عند المعتزلة ففهمت هذا هذا كمجنا لكن وحن دون إن تقرير نقول عقلانيين تؤه الرئيسي إسلام كدحديس كو أبتر ستا وحيقول نقول إيسا أصل كيضو مركل إلى الإسلام كدحديس معتزلة دي أولا بنيسا إنتا وي إنتا دون إن تقرير نو معتزلة دا وحاسي حوشي فكر كودا عقلاني نمدا قرنيجي لبعد آخر كيس هي قرنيجي سدحات باللو كيس أيا وحا مسلمين تحل كودا قبتاي نين لديه تشري مأمون مأمون أو دلي هارون رشيد يا حيل كمسلمين تقرص نوحوا أها تعل أقونت تعل المضاحة الربع الثقافة أقونت يسكت تعل مركب مجلس كي سوى إيمان شري علماء أقويها كا إيمان شري نين كمركب مجلس كي سست ترتيبه وحاء أقلي وأجاك دوادي رؤوستي معتزلة ده رجي معتزلة وأها منظرين تودي يا ملاحظة دي علماء تودي بقى كأك دوادي وحيكون عيا المركب فكر كي اعتزال وأنك مدح مسلمين تاعه حوينها محوها هي خليفك مركي لوقن عيا وحو أمري إن كتبتي فلاسفة فيلسوفيين تي يونان يو غريق يو غريق يو فلاسفة داسي سيدا أفلاطون إيو سقراط إيو رجع فلاسفة دا كتبته دي هلا سو ترجمه بقول اللغة العربية هلا ترجم فلسفة دي فلاسفة دا رجع البيت كنا ولا ترجمي عربي هلا ترجم وحي كده حالين معتزلة دو مركا أفكارتي فلاسفة دا رجع البيت كي قديم كأهي با وحي كده حالين وحفر بضن أو وحي أي وتين أي كوحي وجستين ومسألة اللي يقانو تعريب كتب اليونان كتب تأمركي العربيي فلسفة عصوبة صوغة شيء أو إيادنا أجنبي أو بنانك كتمت تي معتزلة أو إياد الله افتيادو مالحون كسو تشيدين ويسي جرتي المسلمين تا نينكي مدحوينها أو أهابا وحي قات كدبنا وحا باللابتي إن أي كوقان عيان أفكار تاس آن قبنو با دين تي متليس نين كستو أو فكر كأن قبينو علماء عالم الإسلامي عانك كا فكر كأن قبين هلو يون علماء هلو امتحانو ورمحات كقبتا قرآن الدو إلى هذا القرآن هو هذا الإله قورتا هلو ديري حبسي يقرع يمسافرين يلين هلو يسودر نين كي مباديدا قاتو إلى هذا القرآن كمعاد قبتا ومخلوق إلى هذا وقمي هاي السحوة سيداي وحاب الله وتمرك حلقة فتنة اللو يقانو فتنة خلق القرآن وعلماء دي السنة دي سوى واجه دي معتزلة دي وصيفتي دولة دوك عانت وضاقش وفتنة دي إمام أحمد علي رحمة الله مدى دير حبسي وقود شري ركف ربضان اللو قول لها يسيدة يعني وحوية بويطي إمام كي إمام شافيح أردي قيساءها ركف ربضان سيفتو قادي رجع فبضنا علماء دي السنة ده كم بدنا ويسكير الطور سيد الطور يستان ويرى فرصة ما يستان فرصة ما يكون فك هذا يقول مدة أرنت تجنيد الرور نن أوكل الدم بيحلك ففكر كهودي علماء ده العدديني لليني لمسافريني مركي الدم بإله فرج بو كان تبارك وتعالى أو نن فكر كي أن قبيم بحلك قبطيه مس إهل السنة كقاضي
dhibaatadii culayska qaaday. arrintaasi marka waxay keentay muctaziladu inay noqdaan nimanka matala waxa la yidhaahdo alcaqlaaniya alqadiima. in badan oo muxaqiqiinta ka mida waxay marka sugayaan muctaziladu afkaartoodan asalkeedu inaysan afkaar islaamiya ahayn oo islaamka gudihiisa ka dhalatay ama dad muslimiina inuu oo fikirku la qalloocday ma ahe, waa afkaar ajnabi oo banaanka laga keenay bay qabaan. xataa tii muctaziladu oo kutubtii ahlulkilaamka iyo kutubtii falaasifada iyo yuunaan iyo saabi'ada iyo majuusta iyo hunduuga iyo hunuudda iyo ahlulkitaabka iyo afkaartani asalkeeda kasoo jeedaa bay qabaan. maalan غيلان الدمشقي يا معبد الجهني يا جعد بن درهم يا جهم بن صفوان كل قد وحي لإثباتنا يا إن أي أمة كلو ديمة كلها يستيل حريرين وأفكار تن أي ككين سيدا زي ركب ضني قبان أو إله الصفات كيسول الديدو وحي أصل كيدو كسو كيدابا لإلاد أنك لإلاد اللبيد بن عصم ويهودي كأ وأنك النبي السحري صلى الله عليه وسلم يهودي كأ نينك زي كسو كيدا جعد بن درهم مثلا وحو كقاتي أساتذو عن مسلم هين يا مشيوخ ديسا طالود من اللي جري وزنديق أها والذي من عصم كاسي يهودي أرضي أها بو أفكار تنقار كم إذا ككياني بالي معتزيلة الرقبة دانو كم إذا وحا شيخ أها نينك اللي يلاهدو بشرين المريسي بشرين المريسي أبيه يهودي بوها أصل كخلق القرآن إيه وحي قوى مخلوق نهل كاسي كسو جيدا sidaas daraaddeed afkaarta muctaziladu in badan oo ka mida waxa la leeyahay waa afkaar ajnabi ah oo iyada lafteedu banaanka ka timide aan mujtamaca muslimka gudihiisa ka dhalanin. isla bidcada lafteeda waxaa ku tegay nin la dhihi jiray Muqiirat ibnu Saciid Alcijli oo Cabdullaahi ibnu Saba Alyahuudi atbaacdiisa ka mid ah. halkaasaa muxaqiqiin fara badan waxay marayaan marka afkaartani sideedaba waa ajnabi. tan hadda aan ka hadli doonno ee markaan u tagno mawduuca ah العقلانية الحديثة وحن إثباتين تونا أفكار تاني إن إيسان مسلمين تدحوا ذكرنا لنين بنانك أي ككيني إسلا تالف تيدا كوي هورانا بنانكم بي ككيني كوي هورانا بنانكم بي ككيني. طيب مثلا بدعوين فربضا وحي ككيري النصارى وغيلان الدمشقي نينك اللي يلاهدو بدعوين فربضا وحو ككيني نين اللي يلاهدو يوحنا الدمشقي أو النصراني يوحنا الدمشقي مثل مسألة قدر كو صافصا أسقى سوكا كينا باليلة يبني آدم كو إنو فعل كيسا أبوري إي إلهي إنو صن شرك أبور كيسا كري كرين وحو ناكسن بس أبوري كراي شرك مبا أبوري كر خرافات نوع عصو ما لا يعني حتى المنزلة بين المنزلتين وحي كسو جيدابا للي هاي يحيى النصراني يوحنا يوحنا الدمشق اللي يجري النصراني ayaa fikirka asalkiisu ka soo jeeda. afkaartani marka la yidhaahdo xaqay ka timid in badan waxay isbaatinayaan oo kutaabtii muxaqiqiinta ka mid ah xataa muctazilada iyo raggoodii ugu horreeyey iyo culimmadoodii fikirkan ictizaalka iyo qawaaciddiisa waxay ka keeneen cid aan muslimiinta ahayn. waana tan aan tagi doonno markaynu ka hadlayno muxuu ahaayey caqlaaniyada cusub. intaasi aan kaga gudubno عقلانيتي هوري ومعتزلة شيطان ايو ومدي هوري قالت اها ايو يونان ايو فلاسفة دي ايو كتب تو دي اللي ترجمه ايو اسلام كال يعني وحو لقد عربي قال لو ترجمه وحي كسو تشي دي هل كا وحي كوي ما دا عقلانية القديمة اسكال. طيب العقلانية الحديثة محلي لنا مر وعقلانية دا عصب عقلانية عصبي وحلقة وضع وأفكار رق حمبارين كون إج أما كسو باللابط أنت عالم الإسلام تقريبا رجال بيتكو أما أي قفصدين أما أي كسو وجهنايا قرني جي سقال يتوبنا آخر كيس إلى قرني جي لباتناد وهذا إنا جت جاي أنت ومدة عالم الإسلام لا قفصدي رجال بيتكو قفصدين ضد إسلام نمضى كو أبتر صدو أو أقوم يهن أفكار أي لي مادين أي أوحى إلى هذا العقلانية الحديثة العقلانية الحديثة
تي هر ما حيك قد وانت هاي إن بدن ويوافق سنت هاي لكن حق الزمن هي مؤثرات كميش أفكار تلاقيك يعني هي وضع جا واحد بدن كلا دوان مركان مرك كهلا من العقلانية الحديثة وحنكودنا أولوجو إطلاقا لو وضع مدة هذا أنت الماني ضد صباحي أو قبه تحكيم العقل البشري وتقديمه على الدين إن عقل بني آدم كلاجت لجوه ميزان كحكومة هي أو لجوهر مرينا الدين تعالى تبارك وتعالى وتعطي العقل اعتبارا فوق اعتبار النصوص الوحي الثابتة عن الله تبارك وتعالى وهي عقل السينيان مضنان كبدا مد وحيك إلهي كتابك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضنان أين لهين بي عقلك سيني مدى يضع نتيجة الوحي نقونيسة سيدي قلدي هرب أي قبين إلهي قرآن كيس هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو وحيك إلهي وحي عقلك إيا كرشد إن إيا قراتك نوافقنا وصح وحي أوديدنا وخلط ونفس النتيجة وحي مركز سوق لي اتجاهات فربضا وحي سوق لي اتجاهات هذا فربضا أيا هل كسوق لي مثلا اتجاهات كسوق لي وحا كم ذا قاربضا أو إسلام ك أصوشي سي عقيدة دي سي أحكام تي سبب ربا إن يفسران تفسير عقلانية تفسير أيوه سيدة مان كودة كهلانة إن يكون فسرا إسلام مركز مان كودة أي كهلين كلية ماه عصر جن هدى تشرا أيوه رجال بيت كو سيدة وحو أركان إن يوافقيان إله الدين تيس ما أها ضد أنت أيوه إسكود أفكره مان كودة مدح بنا وح كهلين وحي مان كودة مدح بنا أنا كهلين مركز رهيا shareecada lagu miisaamo wixii halka waafaqana shareecada laga qaato wixii ay diidana hal tuuro taama laakiin wax ilayeen miisaanku waa aragtida reer galbeedka aragtida reer galbeedku ay wax u arkaan haday aqiidad tahay haday ahkaam tahay haday akhlaaq tahay sida ay wax u arkaan reer galbeedka iyo falsafadoodu ميزانك عقلي جوا هلكا هلكاسي أينو ميزانك كدقنو وحي هلكاسي صح كنا قدنا أو وافقنا وصح دينتين وحي عقلي جنو عاسي وديدنا دينتين نصح ما هي أن ميل الرادين أما أوان تورنا أما أينو معناها كدونا أو معنى في عنو الله صعن كرتاس أنو صمين مركا عقلي وعقلي حرمه عقلك عقل حرمة سان هريب قلت المعني معتزلذ إني ومذك السامعين بقول يهن عقلانيين تعصبنا ما عقل جوض حرة إني كوف في كيران ومذك العقل جوض إنتي سوقته يمان كودي بيدون ين إني إله وحي جيسا تبارك وتعالى أي ميزان وقد جان ولا ده سوق جليس وحكم إذا مثلا سوق جلية قل يبدا أو دين ت إله وحي النبي نمذا يغيبك أما إنكرية أما التفسير بقى أصميني سيدا مثلا ملائكة كهالليان ملائكة إن بدنا كم إذا وديدة قال روحي الملائكة قابك لها الله فصل چين كي بي إساقنا سيكا الله فصل قال روحي الچين وحلى إلاد ما بتشرب ليش لأنه وحي يقولين چين كي إتابزي هذا الوحن ما عرقنا مياه مايا وحن مقلين مياه مايا وحن تابن كرنا مياه مايا طيب انت وحنا واحد جرى ما ادري جن كان نقول له قولين شنو واحد جرى يعني مسك عقلي وذاك ما انك وذاك واي وعلمي كقرصون لكن انت ايدي لا وانا قد قرصون يحي با واحد هذا ما بجرى شياطين تعلم بيت الشيطان ودن ما جري لي با خرافه لسمي نارته يا جنته يا اخره يا وخا لغا ورميا كميد غيبيات كقرصون اي مانكودو مركا غاري كري واي وا انكريا لأن وحويان أحول بوحي الرمان إن التفسير كعقلاني كأمريا وقل يها قبه إن إسلام كفير عصب لغفيري التجديد أما التجديد النظري في الإسلام دينة إسلام ك
رجي هوري فصيري علمدي سي واتجين وقت بين نولاين تاريخ بين نولاين حدا روح ضدك تشوجاي وإني أيجو أي فهم كود هي في رضا هذا وإن في رع السبل عليه وفي رضا سحق له ميزام يا ماشي بيعلنيا ماشي أهيب أركت در رجال بيت فلاسفة در رجال بيت يعني أقويها كر رجال بيت هل كاسل له علنيا مركزه وحلليه هاي دينتي أنديب وسياقين خطاب كي ديني كهديب هالله في ريو ها هل هور مريو وركاسي نمان كقبوه اتجاهات كاسي مركب وحسوق ليا قل ذي أن محاضرة ذي هركا صورنا علمانيين تاه علمانيين تو عقلانيين تيزوق ليا وحسوق ليا نمن ليه هذا العصرانية عصرانية ذو أيجنا ونمن دين تو رمانت ثوابت ذي متغيرات كذا رمانت ذبا وح عصر كتشرة هوا فقد قبض مركا غاركو تنويريين بليه هذا ما عيا في عم بيسوب الحياة هذه وحويان قوليها صورن بعقلانيين لسكوير هذا. من مركز قاركود وحاسو قال يا عقلانيين تا نمن وذاداء وعلماء. والله يا بقينا قواعد داسيس كل يقوى ذقانين. لكن مسائش قاركود عقلانيين كوا. يا عقلاني. مسائش قاركود بعقلاني كوا. مثلا واحد أركي وذاداء قاركود أو إنكيريا. نبي عيسى سود دقيتان كيسا آخر الزمان كو سود دقي وقرآن كنا تلمامي حديث النبي كنا آية تلماتي متواتر كا هذا نوح كله الشيخ مع صورة قل معه نبي عيسى إلا هذا ونولي كربونا تشوغا آخر الزمان كان ويمان دونا حقل يقول كرما ساس طلات الوحيد شرما نوو ذا دعوة فلن من على عالم الإسلام علمك هو اللي يقانو مرك مسألة ذا إيه ذا عقلاني بقية رجع من الشيخ عانى إنه يهاي لكن مسألة ذا عقلاني بقية أتنا صوالي ذو قال هذا ندين شيخ الشيخ اللي ليه تشري الشيخ نور علي علو إلى يوم الحرس توحيد كفافي وصومالي توحيد كذا قاري واحد بدن كقيب قاتب واحد بل أضياشي علماء ذي أصل كوا هو لكن مسألة اللي لا النبي عيسى سود دقيتان كذا ودي دنا وأنا معتزلة الرأي ودي واحد قارب ظن إنه على غيابين يكون تأثره مركا ودعي كرتاني كون الشيخ يهاي عالم يهاي مجدد يهاي جوانب تقاركود لكن جوانب تقاركود معتزلة كذا تأثر عقلاني كي يهاي ودعي كرت مركا قارنوا عقلانيين بقول كيف بقول قارنوا على غيابين بقول كيف طبعا عقلاني أما بقول كيف شن عقلاني ومسأيش قارك وضو عقلاني كي قارنا 100% بقول كيف بقول بعقلاني وحومك للريبة يعني مركا مركا اللي إلى هذا وعقلاني عميمي لما عميمي كرو ووالك لقد قاد يايو أصناف إنه خونا يعني معنا طيب عقم إذا مثلا رجل نوع عصو كلا مسائل فربضا عقلي كو إنكري وحكم إذا الشيخ يوسف القرضاوي با كم إذا يوسف القرضاوي با كمد سائل فربضان عد ونصوص له يوحو ليه هذا العقل وما أقبل كر وانا الشيخ عالمه ومحوه هاي عالم الإسلامي رقمه ومقضى كمد مركا واتشرا رقنا عاصو بابك قال ايه واتشرا ومشايخة لكن جوانب تقاركو عقلانيين كا عقلانية ذا هده تشوكت انت المامي دونو سيدي معتزلة دي عقلانية دي هربا أي سامين أقوي يا لطي أفكار دي بدك تيم بقول هذا المانت تشوكتنا وح سامين كله سامين تأقوي بدن أفكار دي بدك تيم أفكار تأيي لا وح كم إذا إنه تلمان وح كم إذا مثلا كو وح سامين كله نمن كي أنا محاضرة دي أقول رزقك قصو شيء كأنه أها مستشرقين نمن فيلسوفيين ورجال بيت او غالا او دين تبرتي سي اي دين الاسلام كا وفساديان نيمان كاسي سامين وين بي كوليهين عقلانيين تا حديث كا عصب اسلام كو ابترسن بل قاريغا كميدا ارضي و نوقدين بتوس عقلانيين تا رجال بيت كا غالا مستشرقين تا بي ارضو نوقدين و خا قاتين توس
أما كتب تودي بأخريان وحكة قاتل قار واحد شير مدة كدم به لكن أعماش قار كله يا أبو يجا كسر شيء ده إني تأثير سي سياس دردد بواحد تلمام يان هاي كتابتي باحثين تقار كم إذا واحد ليهن مستر كأجهري المستر الأول الذي تعتمد عليه العقلية الحديثة أما العقلانية الحديثة في دراساتها الإسلامية هو إنتاج المستشرقين مستر كأجهري عسكران وأوحي مستشرقين تكيمت كتب طادي فلسفة طادي ساسد ساسد رادد وحد أركيسا آد بيو أمانا مركي وحقور أيان مربضا وحيديب كوغو علين أيان مراجع دي مستشرقين أكتوضنا وحيكيهين رجل بحياء وأدونك إلهي أصو صاري ووحبدا كسو كردي وعقل هذا كوباد السامين تقول المستشرقين إنما كان العقلانية الحديث وحال لبعض الصامعين تلبات كله حركة اللو يقالنو أمر الرقاق اللو يقالنو أن منصرون عالم الإسلامي مركي قميس وقبصده رجل بيت وقبصده إنسان هريب وقصو الشيكيني قبصيق الله قبصده وحا هو السعودي وكل مانا إن مسلمين تا دين تود لغا صار حركات با سعودي رقاق با سعودي اسكولا الله فري قوبا أغوانتو اسوغو تكتو يعني أغوانتو لغو حريو محوها هاي كالمو يوحتر انت وحا لسعودي ان مسلمين الدين تلقى صار لكريستامي ايو هادان لكريستامي ان الدين توضا ايكتاقان وبنانك استاقان دين لان قدعان نمان كان منصرين تي عالم الاسلامي الصوق علي استعمار كون او الالين هايو هوستي سكوش قيساني ايقونا افكارتا ايفافيين وحي اهيد افكارتا علم انما كلي عقلانيين تي او دين الاسلام كا ان وحي وسن عقلي اقبل كرين لطورو منصرين تاسنا سامين تي لهاينو رك بدن با كبخاي او ارددودي اها او اسكولادودي كبخاي او جامعادودي كسوبخاي او ايغو وخ سوبارين وا قولد لباد وا قولد صدخادي اي سامينتا كولي وان ميد قولد لو يقانو ما يسمى حركه سياده العقل سان هوريبا uga soo sheekeynay muhaadaradii calmaaniyada calmaaniyada waxaan aad ugu sharaxnay reer galbeedka kaniisadu inay muddo dheer soo haysatay wadaadada kaniisadu dhibaato badan u geysteen kadibna aqoonti iyo horumarkiina kala dagaalameed mujtamaacadka reer galbeedka kadibna ay soo baxday fadli ay ku lahayd saqafada islaamiga ah iyo caalamka islaamiga markay u furmeen ayay aqoon yeeshay kaniisadii bay la dagaalameen كنيستي الرجال دي بكأت كادين هل كأو حكى صباح وحلي له ذو سيادة العقل عقل جو إنه كسيد عليه كنا أذجه الدين كنيستي بان كأت كاني ميل بالجوري حي دولة علمانية فرنسيس كلا قد يسي ديمه يرتم بالله لا تقال ماي هل كأو حكى صباح وح أخيرا مركي يقدم بي يقدم بي وحلي له ذو تأليه العقل عقل جا إياه إله إله الله نقن هو حكومي اي امرك سو صار وا عقلك بني ادمك ومد الحاد كره قلبيتك ريبرغو انت با الحاد كغارسيو مجتمعات كره قلبيتك هدا كدغي دين لان كدغي لا كريستان ما هيستان ولا دين كلام هيستان ومد غارسيسي ديمه هدان اني كدحسيبتان او اسا تغا اخلاق دي عقائدي وحي دين الهي كيميدو دان اي وحي لوو دردري حتى كوي حتى واخ لوو دربا اسا تغا حكياني هل كان واحد كسر ده واحد ليده هذا عقلية يتقديس سنتيسة هل كان فلاسفة دي يأفكار تودينا قدر كصدحات أما مؤثر كصدحات بنان ككيم العقلانيين تما أنت شو إسلام كوكو أتر أبتر صدر سامي أيضنا التصحيح واحد كلو سامي أو سامين كلها واحد لو يقانو نظريات هي أركتيو كسر شيء ده فلاسفة داس رجل بيتك أدان مثلا صدح كسوق هذا نظرية الكوباد ونظرية دي أن كسر شيء نمر كان علمانية ذكها لإني نظرية دي اللي يجري نظرية التطور وأولها دارون صوما يعني شيء والبا وإن مشو تشو وكجور شيء والبا وهر مريع شيء والبا وإنه صعبة كل شيء في الحياة يتطور من الحيوان والجماد والدين والفكر والعقل والتاريخ شيء والبوائن هرمر سمي
حيوانك وهرمريا واصعدا عقلك وهرمريا دينك وإن لهرمريو فكرك وإن هرمرو تاريخ ذا وإن لهرمريو الدنيا آخر بيوضن لك للريبي شيء والمسكح ذا هل لك ليو حن الله هرمري وهي هرمري ويكوسع وينا طور كجور وهي صعنكر ونلاش ما أنت جريت اللقب صنكر أنا وض تطور كان فكرة دا النظرية دا دارون اللي هذا النظرية التطور سامين فربنا بيقول هذا عقلانيين تما أنت تشوف لأن النظرية دا سوى حي قبتها ليس هناك شيء ثابت أو قابل للثبوت شيء صغن أو ماشي سأنكر دقاقين المتشرو لا عقيدة ولا دين شيء والبا وإنو إسبدلو صوما إله كلي جيبات رميزن يدين صوما هذه عقلك بني آدم كما أنت قاعد إلهها سيمتشرو وحباس وكر لي قاطع سازوين لي رسوشة إيا الرسالاتك هذه هوري لور رميزنا ما أنت وإن ديب لون نقضو ديب لون فيريو مسكح ذا اللقو ميزامو مسكح ذا هذي صوصارت وحاسي خرافة يا هاي ساقتك كقورة سلاد باتو كتان إيا حج إيا صون إيا زكا إيا فكرة ذا هوري تشرب يا هاي لكن ما أنت عقلك بني آدم كما أنت اللقو ميزامي هرمر بي أباهن تي هرمرية ورسين كو هرمرنا فلو يران أن لبكس هرره وصدح ذكا إساقتك إلن شقدي نيبا لما صعون كرته شن ما نتيب شن قربان تكنا يا ويسي سنة سيادو شقي سنة دير كم بني يدي وابط نبتاي حقا أنه لاش اللقب تسيو بل صدح تور هرت لبا صورين لبا دع مركا كدف اللقو مر مالي سوي مات نظرية دان مركا ياركتي دان قحيس شاي والبهالة تطويريو والدين تطمانتت وصوش هذا إيا فروع هذا إيا حكامت هذا تطوير هلق ليه ونظرية دي دارون واحد ونظرية دي دارون عقلانيين تنا وحي أقاتين وقلقين كأن إيضو آن نظرية مسلمة عركتي آن لغا دو دي كرين وانا صوش هكني إني تهي عركتي آن وحبا كتيرونو فلاسفة دي ريقال بيتكو لفاهانتو دي أي قدال كبورية إني تهي هران وصوش هكني in badan baad marka maqleysaa ayagoo kule wardiintu meeshii horma joogi karto adduunkan waa hormaray ya adduunki dhulka la joogay waa laga tagay dayaxa la degi raba ya tartan waxa looga jigaa in xidigaha la dego adduunki ma tayib adduunki ma muharto amar adduunki dayaxa degahay diintii dhulka u soo degtay kuma socon karo maxaad rabtaa amar diin wuxuu rabaa dayax lagu dego marka arinku diintii dayax lagu degi laha keenay marka meeli karta wuxuu rabaa inuu akhlaaqiyad ka dumiyo oo aqiidada dumiyo oo ahkaamta dumiyo oo shay walba uu ka tilaabsado rabaa markaas wuxuu ku soo galaya baab wuxuu ka soo galaya adeer yani meel kale ma fadhiyo ha sidoo ninki buuga qoray qoraagi Soomaaliga uu buugiisa ku bilaabay adeer jabada waa laga guuraa ha wadaadku jabadan waa laga guuray ka soo guur wax geed noo raadaysaa soo wax suudiin ma xageen u guurnaa bimaana musallamaatki aqdiga iyo diintii iyo wixii aad la xashay intaad ka guurtaan afkaarta reer galbeedka u soo guura waa madmuunka xaqiiqadiisu saayada marka aqlaaniyiintu min haythu yash'uruna aw la yash'urun waxay ku saamoobeen aragtidaasi ملحد كاس قال كأها دارون وحكم إذا أركت يدا أي كسا مبين أو سامين تقول أو بنان ككتمين يدنا أركت اللي يدا هذا أول هني اللي يدا هذا دار كامل يدا هذا أو علم الاجتماع كسا نذر يدا سين يدنا وحي لهذا هاي الجماعة هي الإله وهي الذي تقرر الظواهر والعقائد والأفكار وأنماط السلوك والأخلاق والتقاليد ها جماعة ضدك وذكرة وذنول dal ku wada nool meel ku wada nool wada jirkoodaas iyaga ilaah ah ayaga iskale waxay rabaan inay dajistaan oo xalaalaystaan waxay rabaan inay diida waxayna rabina inay diidaan oo tuuraan nadariye la yiraahdo way nadariye sidaas daraadeed xadarkiisa wuxuu leeyahay nadariyada ku saleysan tahay diimaha wax la yiraahdo dadku haystaan islaanimadu ka mid waxay leeyihiin mujtamacaadkii hore adduunka soo maray unbaaba ku heshiiyeyba waxay ku heshiiyeen hal ilaah baa jira
مالك كان المجرد لكن يقوم بكوشي جماعة كوشي وحي كوشي النبي بقى ينويم وركي سيبي قاتل وحي كوشي ان صلاة ان تكن وحا واخلاق حنا اسكا الى لي وحنا واخلاق في عنا سمي ايقا كوشي ما انت مجتمعات كالنول هذي تي تك توكي قديسن كوشيان دي قلول بيقا وحي دونا ديشتن كرادر كواسي وحو ديقا ديشتن وحما اندونا نقا وحنا ديشتنين نظريه داس واحد قال دار كم نين ليراهدو هيا اسكلها اسغنا ملحدها فيلسوفا وميد اد ان بدن كم مقليس عقلانيين تو وحي كلين مثلا ان بدن افكارتودو واحد كاركيسا وحي كلين ادر مجتمع ماشي لو بدن يحي ايا مخو اهي حلالينتي حرامينتي اسكلي مجتمع دولت بو دورتي برلمان بو دورتي غولها وحا ليراهدا شرعي دجينتا ليراهدا golahaasi wixii ka soo baxa baa umada sharci u ah iyaga xalaalaynta iska leh xaraamaynta iyaga iska leh maanta golaha baarlamaanka haday ka soo fusho khamradu waa xalaal jamaacadi ilaaha ahid ba soo saartay hal qaato cidinta iyada iska leh haday tiraahdo zinadu waa xalaal hal fasaxo haddii dadka hortaagay diin kitaab iyo sunno baad dadka hortaagay diin aljamaa'a hiya alilaah iyada dastuur ka dejisan iyada xalaalaynta iyada iskala iyada xaraamaynta iskala in badan baad ka maqleysa ayagoo ku hadaaqaya marka oo dhahaya yaani wax weey adar mujtamaa iyo bulshada wadanka degan iyada siyaasada iskala iyada waxay doonto dejisan waxay raali ka tahay baa lagu wadi waxay raali ka tahay bay qaadan ma hatta kufriyad iyo diin laanta adar iyada wadato haddii maanta tiraahdo xuduudda shariicada ma rabno dee lama rabay ka tagay haddii maanta jamaacadaasi soo saarto masaajidda hal la dumiyo waa in la dumiyo Soomaa wahaakada nadariyadaasi waa nadariye marar badan aqlaynintu ku hadaaqayaan laakiin asalkeedu waa falsafa ka soo jeeda ninka isaga filosofka ka soo jeeda isagana mulhidka وحكم إذا مثلا نظريات كأدو الساميي علمانيين نعم عقلانيين نظرية إذن اللو إذا فارويد نيل إذا إسكاله فارويد إذن حقيقة إذا وحوي وحولية هاي يعني حقيقة الإنسان الباطنية هي الطاقة الجنسية بولي بني آدم كورنم بسيدي سوى جنسي بني آدم هذا النغشو حقيقة دي سببتها كؤا سوى جنسي جنسي كما حالة لها جنسي كما ضمع رقية دمر كدحي من آدم بحضان مقاشو حقيقتي سببتها وجنسي وحانا وليبان يوانا كوغاري كرا جنسي كيسا الله فصح طمع هيا أدرح عذا دينينا شروع هاو دجنينا قور هاو سمينينا حلالين إيا حرامين تكدائي وربني آدم كان هنو ولا دائي فصح رقا يدومر كيسكوسي دائي هذا كل العلني زانيك بني آدم فاني مركو شهوة أهان نولاده مركاسو قاري كرا ليبان تربتا هان نولاده فصح هذا هو فهنو قال ان دين لآن عقل جيزانا وشيطان كو عياره باوحاني كا إيمانه هي. نظرية دي نوعا هيدا بني آدم كأسل كيسا إيو قوة دا أقوم مهم سنة كتير تايوا قوة جنسية وي iyadaan waxay keenaysaa qaabku u nool yahay akhlaaqdiisa nashaadkiisa wuxuu la dagaalamay marka wax kasto oo akhlaaq ah qiyamkii akhlaaqiga ah xishoodkii asturkii xijaabkii guurkii wixii buu la dagaalamay nadariyadaasi waa nadariyada keentay dhahaysa bini aadamku qaabku u gudanayo shahwadiisa waa inuu xor u noqdo waa tan adeer galbeedka laga tadbiiqiyo lugu leeyahay adeer muxuu ahaay dumarkay isu daayay haday iyagu israbaan muxuu ahaay wax iska raadsada faraha ka qaada xaq bay leeyihiin xataa macay kirti xataa adoo khadiiba masaajidda inaad ka saagto yurub inaad muxuu ahaay si geygaasi naagahaas khariban aad wax ka sheegto waa dambi raggaasi xunxunka iyaguna wax iska raadsanahay muxuu ahaay luutiyiinta haddaad tidhaahdo war waxaan waa dhaqan khariban oo aadamaha ku khariban waa lagu soo qaban waa nadariyadii marka farweed waa raggii caqlaaniyiinta iska dhigahay islaamka ku abtirsanahay
قشن كاسا انتي سو حنبارين بين دحكينه ستوصا مركا هدي او يلا هذا ورسكو فصح وي اوغيين اني سن حبين سي بريينين لكن فرصه ما ينو سو غلين حساب كي بالا لا دغالمي حشود كي بالا لا دغالمي دوبركا غريها لا سارا لا يري اي مخو اهاي ميدانكا اوردين با لا يري وح الله وحي شرف يا كرامه يا حشود يا قيم اخلاقي بي لا دغالمي ايدنا وانا نظريداسي فيلسوف كان ملحد كان كسو جيدو اي باحيغا نظريات كاس او لا اوروريي iyo kuwa kale ayaa marka waxay saameyn badan ku leeyihiin aqlaaniyiinta ama ha ogaadeen ama yeesan ogaaneen madaahibti falsafada kuwii hore iyo kuwa dambaba ayaa runtii ku leh saameyn fara badan ku leh halkan waxaan gaarnay marka aqlaaniyadii hore afkaarta waxay ka keentay banaanka sooma aqlaaniyadan dambe maanta noola wayba ka miskiinsan tahay أفكارتن أي كهذاقة هي يعني عالم إسلامي مسلمين تأيدون يعني إن أي جليا وأفكار تصوغ إيمان إيسا بنانك وقتهم وفلاسفة دي يوم ذي قال لها يلحاتك أي قرحيين ومقعي ونكسن بحية الحداثة العصرانية العقلانية التطور التقدم مقعي ونكسن بالو بحية لكن حقيقته وقشن كهذا كشكين asbaabta keentay inay arintaasi bilaabato maxay tahay asbaabta keentay tabaan ee galbeedka asbaab bay lahayeen inaga inay inagu bilaabatana asbaab bay leedahay inaga muslimiinta aqlaniyiintu inay la yimaadaan oo yiraahdaan shariicada ilaahay ee aqliga ka xog badan oo aqliga ilaaha oo isaga ha loo noqdo shariicadana isaga ha lagu miisaamo maxaa u geeyay ka waxa u geeyay intooda badan aqoon ma leh غالب كودو تخصص كودو هي أقانتو دو ملك على أبضن تاعي مو يعني تخصص دينه دو ما بدنا لينين ولا جه ليا أقان أوله لكن بدن كود أقان ماله أما وارد اختر أما مثلا واحد ويوانين دقالها كود تخصصي أما واحد مثلا وانين إنجنيير ومهندسة أما محاها وانين سياسية بدن كود تخصص دينه مال الجهل بهي طلبادي وحوي انت بدن وحا ككلفه اني دين تقابك اولا دقمان هي وحي الله تبارك وتعالى ان بدن وحا ككلفه رده فعل لظاهره الغلو يعني وحا صوبحي قولا ايغونا دنكا كله تغي او دينتي كبدبديي او قابح افليي تطبيق ايدي كو دقنكدي كبدبدين غلي كبدبدين تاسي قولداسي اي كو دخينو سخن اسلامك اوغا ترجمين bay u jawaab isleeyeen markaasay iyaguna dhanka kale u galeeno diintii iyo muxuu ahay iyadii oo dhanba isla tuureen midna hada mas'aladan in la isareeyo murtadka xad dilitaan kuma la islaamka dhexdiisa maxaa keenay dhurufta keenay samayt علشان الضبه mas'alada ridada waxay u isticmaaleen oo u fuliyeen قابك شريعة ضوابط وقلت لك شيء قابك بحث ما دام قاب خلط الله استعمالي بيقول يا كم إذا إزيل هذين على الله ظاهرة ذاسي وشوابة مركز يقول رنك كل كلفتين وين أهان شرتي أولي جد ببلعوين كوا حيكون صباحان وحلى رد فعلي قلا وحي كينا يا بلعو يا قاب خلطا قلا كلا صح إصلاحه إذا مركز يقول رنك كل كل حيسه بلعك لا بالله بس مركز واحد رد فعلي قاسي أن ميزانين ayaduna wax weeya asbaabti kamid waxa kamid qaar far badan aqlaani nimada waxa u geynaya qaar badan oo iska niyad fiican waxa ay isleeyihiin dadka diinta jecelaysiye oo dadka diinta yaa lagu dirin hay kadaa waxaan adag oo dhan iska niyadsan yahay laakiin miskiinka tasarrufkiisa diinti baabi ina marka soo kalana niyad sami ku aan fiicmayso waxa kamid wax leeyahay daqdul waaqi' pressure ka أما عدادسك كإيمانية واقعا أن كنا الله واقعا أن هذا كنا الله وواقع قاله يسط وقال أطلس وقال هرمود كتا والتكنولوجيا دي يدو صو صاريس وكي مجتمع مسلم كاها وأمو غضوه إن ومغلوب يهي لقو حوق بدن يهي عسكريا أقون مقالو واقع كسارا مركب بريشر كيس
يعداديس كيسو مرر بدن وحو كينا يا إنا دو تصرفتو سيدو الربينو كمرصدو ها هذا الواقع أنا ما أقبل كرم حوزن أقبل كرم دي عالم كيبا ديتا قوانين دولية جرتا عالم منظمات دولية جرتا أدون كيبا هلكا أوه ذا جيدا يا حق الله سعضايا إنو حق أوتشي سنو حقا ينو وجه سن ما نقا طيار كان هذا الصعود هي موجدا صعود من ينو كورتي كرنا عالم كان يوحو ديدين يها اندينو انك صعود انت نعا اسود داد راعينو استاد راعين بلا استاد راعين وار هدان استاد راعينو محاين نقا صهري هي هدان استاد راعينو محاين نقا صهري الان ميش اقود دم يسلينو استاقو لينقا هاري ماي وهذا ويد با تركي بو. تركي ويسك دولة علمانية واحد الدولة العلمانية ورقم ديني دي وارو قدام بيس رجال بيت كوا حيد بعض إنا يقشوا محوا هاي مجموعة هذا يوروب ها إنا كم من نقطي عصت ولا وروريتي ولا وروريتي ولا مالي بشرتي بالو حدا مالي شروطي مرحلة قدام بالو حدا وحكم ده وحكوتشرا قانون كينا قضب ده هي زيندو وجريمو زينده وخلط ما روح الزين يستهل حدا ما هلا كرباش ما نجح الود لما لكن إن الزين يستو إسلام تقول ناف سما يسو وخلط بقانون كنا كتيرة كسارة هذا رتان أنا نقول صبيرتان قلوب كاتيرة ورمحا إذا كان قال قلوب كايو إسكوبيري ده نبحك نك كتير لقى حد ما يمر يا ماشي وقدم بيسا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مرك إصداد راعية إلى حق يمان إصداد راعي النوى مرفض مرك عداد كان كإيمان يواقع مسلمين تكونوا ليهين فعقلانيين فربنا وحي كوكا ليفيسا إن إن بدنا الدين تكمل ذا وأنظمة ما أنت شرتي قاك وحس عضا كهر شيدا إن إلى هذا المايا عقلي جديدا عقلي جديدا عقلي جديدا علشان عالم قال الله صعدوا يا والعالم كان يدو جيدي هاي والنار او جيدي كسي يا هيري جيدي هو عذاب كسي دادنا ميا وحلو درس والله قهرة تاسع كم وح كم ده ايه اسباب كروك اتباع الهوى با كم ده تخلف كعلمي حضاري كمسلمين تقول عبا كم ده اسباب خارجية كم ده اسباب تخارجية نصو شرحني ايا كم ده انت كذب وحامضنا ايضا انا وحكت المعنى علمانيين وحنو كذا عقلانيين سيبي أولا رقمان قرآن هي السنة هي نصوص الشرع أذانك كذب أريد أن أقول سابسا رجال بيتك yere bariga iyo umadaha kale wax yar ka soo jeeda waxa laga marmaan in laba loo kala qaado wixii ku saabsan diin iyo akhlaaq iyo ahkaam sharci wax lagaga deeyo nimanka oo laga qaato malah waa dad cayda dhanka muflisiin bay ka yihiin بدن كودنا رجال بيتكو وملحدين ان دين برميسنين مركا انا الدين كرادست او اخلاق كرادس او دقن كرادس او مجتمع مسلم اسو قوريسو ونوع وريرا انت مضن ان لقى الرادي او حلقا كينا وحيته اقونت مادقة وحيدا نافعة تكنولوجيا دا هرمركا عافيماتكا انجينيريا دا هندسة دا علوم مثلا كوسابسا محوها هاي كوسابسا مامولكا وتجارب بني آدم وحيالها النافعة عقلك بني آدم كوسو صاري ليلة العلوم التجريبية التجريبية اللي يقان علوم تنوع عاصو كلاه iyaguba usuu sheeda inaga inaga qaateen wixii naafic ee diinteena ka hor imaanayna waa in laga qaato mushkilada dhacda waxay noqotay intii fiicnaydna caqlaaniyiintu way ka tageen intoodii xumayd ee qashinka ahaydna way noo soo ururiyeen
walaadu sidii meeshii ay keenay lahaayeen tiknoolojiye iyo hormar ka madax banaanta reer galbeedka oo ku fikiri lahaayeen oo intooda intay qaataan ay hormarin ku sameyn lahaayeen islaam u diideen ma jirto aan hore uga soo hadalay diin ka hor istaagtayna ma jirto meeshii halka kamera dhalin lahaayeen oo maskaxdooda iyo maankooda gelin lahaayeen baa intay tii ka tageen oo iyagoo mafaaliisa inoo yimaadeen bay intii xumayda reer galbeed ka jirtay bay rabaan inay diinteenna iyo dhaqankeenna waafajiyaan soo la yaab male marka war suuqa wax lagu iibsanaya maxaad adiga inta xun uga soo gurataa suuqaas maxaad inta xun uga soo urursataa waxa fiican maad keentay caqlaaniga marka islaamka ku abtirsanayahay ee doonaya inaan halkaa aadnaay wuxuu u baahanyay in la yidhahdo adeer cidina kaama hor istaagine islaamkani ma bedeli karto ilaahay baa soo dejiye halkaas wax ka keen waad keeni weyday soomaa ta iska fadhiiso wardi oo meelaha muxuu ah ilaahay caago islaamkaa lu goynin waxay u baahantay marka nimanka la yidhaahda caqlaaniyiintu caqlaaniga maxaad ku garan ninkii inuu caqlaani yahay astaan baa lagu gartaa calaamaday leeyihin calaamadaha caqlaaniyiinta lagu garta waxaa ka mid a kow inay ku yidhaahdaan qur-aanka keliya unbaa la ictimaadi karaa ninku marba hadduu ku yidhaahdo qur-aanka keliya la ictimaadi karaa sunno nebina daliil ma gasho qur-aaninimo iyo gaalnimada waxaa u dheer waa caqlaani caqlaaniyada qaybo ka mida sunnada ma qabaan waa kow waxaa ka mid ah nusuusta qur-aanka iyo sunnada inay macnihii ay culimmadu ku fasireenee ilaahay iyo rasuulkiisu ay ula jeedeen inta laga leexiyo macno aan daahirkeediiyo carabiyadeediiyo luqaddeeda waafaqayn in loo leexiyo waa taxriif in lagu sameeyo nusuusta waa waxyaala lagu gartay ka mid waxaa ka mid a calmaaniyada waxaa lagu gartaa waxaa la yidhahdaa alintiqaa'iya fi tacaamul maca annusuus nusuusta wixii ra'yigooda waafaqsanna inay qaataan wixii ra'yigooda diidana inay ka tagaan waa waxa loo yaqaana alintiqaa'iya wixii aniga aan rabana waan ka qaadan wixii aanan rabinna waan ka tegayaa astaanta caqlaaniyada lagu gartay ka mid waxaa ka mid ah caqlaaniyada astaamaha lagu garta waxaa ka mid ah sunnada nebiga in la diido imaa kulliyan wa imaa jus'iyan kulliyan inuu ku yidhaahdo axaadiistu nebiga daliilba ma galaan qaar caqlaaniyada ka mid ah halkaa mara ama inay axaadiistii nebiga kala qaadaan oo qaarna diidaan qaarna ogolaadaan maalan wuxuu ku leeyahay axaadiista nebiga wixii mutawaatira unbaa la qaadanaya wixii aaxaad ana lama deliishan karo waa caqlaani ama wuxuu ku dhahaya maalan aaxaadda baabka caqiidada iyo usuusha looma deliishado yaa iskale fikirkaas asalkiisa yaa iskale muctazila iskale axaadiista aaxaadii mutawaatirku waa laba qaybood axaadiista ay culimmadu u qaybiyeen mutawaatirku waa axaadiis dad aada u badan axaadiisay wariyeen wa tiro intaa ka yar axaadiistay wariyeenna waxaa la yidhaahdaa aaxaad bay culimmadu yidhaahdaa fikirka aaxaad iyo mutawaatirka culimmada xadiidka iyo sunnada laftooda xadiidka way u qaybiyaan laakiin ujeeddadaa kala gedisan muctaziladu waxay u qaybiyaan ujeeddada ay qaybinta ka leeyihiinna waxay tahay inay ku yidhaahdaan aaxaadda looma deliishan karo caqaa'idda iyo usuusha looma deliishan karo laakiin ehlu sunnaha iyo culimmada sunnadu qaybinta markay axaadiista qaybka u qaybinayaan iyagu ujeeddaday ka leeyihiin waxa weye inay ku yidhaahdaan xadiidka aaxaadka iyo midka mutawaatirka hadday isku dhacaan oo layswaafajin kari waayo oy noqoto in la kala rajaxo midka mutawaatirka ka xoog badan ee maaha inay qabaan aaxaadda looma deliishan karo baab ka mid a abwaabta diinta ama usuuldhe ama furuucdhe ma qabaan ahlu sunna fikradda marka in axaadiista la kala qaado qaarna la diido qaarna la ogolaado iyadana waxa weyaan waa astaan lagu garto nimanka la yidhaahdo muctazilad waxaan dhihi lahaa caqlaaniya alxadiid waxaa ka mid a astaamahooda ayagoo diidaya axaadiistaas nebiga ka sugan oo bukhaari iyo muslim ku yaal baa haddana min almufaaraqaad waxay deliishanayaan axaadiis mawduuca oo been abuurad aan sugnayn kuwa daciifay urursanayaan israa'iiliyaad aan diinta islaamka meelle ka soo gelin bay kutubta ka urursanayaan markaasay deliishanayaan ilaan male manhajiye male war axaadiistii bukhaari iyo muslim ku taallayna waxaad uga tagtay ma sugna mid daciifa ama mawduuc oo been abuuradana waad qaadanaysaa oo nebigii baad leedahay wuu ka soo waa deliishanaysaa bal adigu meel u nasaar
garo wixii iyaga sugan oo xadiis ay ka dhigayaan waa wixii caqligooda waafaq xataa qawaacidda culimmadii sunnada iyo xadiidka takhasuska lahaa agtooda hadduu ka yahay waxaan jirin laakiin caqligooda iyaga waxoogaa iyo waxay wataan uu ula socon karo waxay leeyahin xadiiskaasi waa sax kii bukhaari iyo muslim ee diiday fikirkoodana waxay dhahayaan ma sugna marka intiqaa'iyada noocaas oo kale ah astaamahooday ka mid tahay waxaa ka mid a matalan astaamahooda attawasuc fi tafsiir alqur'aan cala dawi alcilmi alxadiid bikaafati jawaanibihi qur'aanka tafsiirkiisa in aada loogu kalax tago in qur'aanka lagu fasiro nadariyaadka aragtiyada cusub een horay u jirin ee dib ka soo baxay halkaa markaan marayno labaan u kala qaadaynaa culumta waa laba bini aadamku gaadho culum nadari ah iyo culum tajriibi ah culumta tajriibiga waa waxyaalaha la taaban karo caafimaad ee mathalan muxuu ahay culum iktishaafaad kale waa wax la taaban karo culumta tajriibiga la yidhahdee la taaban karayo iyo nusuustu marnaba iskaba hor yimaadaan hal miihaalla lama heli karayo cilmiga cusub iktishaafaad uu gaadhay oo aayadii ka hor timid ama xadiis ka hor yimid la heli maayo waa markuu culumtu tajriibita wax la taaban karaya culumta nooca labaad waa culumta la yidhahdo alculumu nadariya waa aragtiyo beenna noqon kara runna noqon kara aragtiyada noocaas oo kalaa in qur-aanka lala aado lagu fasiro hu la yidhahdo qur-aanka ku tusaya nadariyadii darwin ama nadariyadii darkam ama nadariyaadka noocaas oo kalaa qur-aanka lala aado waxay ka mid tahay astaamaha lagu yaqaano ee muxuu ahay caqlaaniya alxadiida lagu yaqaano ayagoo markaad fiirinaynin qur-aanka dilaaladiisii culimmadii hore maxay ku fasireen luqadiisu maxay faa'iidaynaysaa salafkii maxay ka yidhaahdeen ayagoon intaasoo dhan fiirin marka marar badan waad la yaabaysa haddaan miaalahan soo qaadano maalan wadaadka la yidhahdo maxamed cabdu ee masriga tafsiir buu leh wuxuu fasirahay alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil wa arsala calayhim tayran abaabiil ilaahay wuxuu ku soo diray shimbiro koox koox ah tarmiihim bixijaaratin oo dhagaxyaal la dhacaysa markaasu wuxuu yidhi shimbiraha intay weerar soo qaadaan oo dhagaxyaan gurtaan bay bini aadan la dhacayaan wuxuu macquul maaha waayo meel gee baa la yidhi markaasu wuxuu yidhi waxaa laga wadaa jeermis ummadda ilaahay baa halaagay laakiin shimbirahan duulaha iyo dhagaxa tuuray waxaa laga wadaa jeermis buu ilaahay ku salliday jaraasiim baa baabiisa ilahay baa idinku dhaariya ka warran waxa saasoo kala waxa la doonaya in naloo laqino taa iyadaa waa sababtu waxa uu ku leeyahay caqligu ma qaadan karo war waa caqligee marka yacni waxa weeyaan qur-aankii oo lala aado meeshiisii meelaan ahayn ayadana waxa weye astaamaha lagu yaqaanay ka mid tahay waxaa ka mid a astaamaha lagu garto attahwiin min shani alijmaac ijmaaca oo daliilka saddexaad ee adilada shareecada ka mid waa qur-aanka sunnada ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa soo maa ijmaaca agtooda qiimo weyn kuma fadhiyo sida maalan uu aada uga taqriirinaya ninka la yidhaahdo axmed khan hindiga nin hindiga axmed khan la yidhahdo oo caqlaaniyiinta raggii ugu waaweynaa ka mid oo xataa caqlaaniyiintii kale ka cawda bilaysteen waxyaaluhu qoray ila shayaadiinta kale cawdu bilaysata mogta iyagii baaba kasii cawdu bilaysta isagaa iyo kuwa lamidkaa iyo qaarna waxay le ijmaaca dhan bay inkirayaan qaarna ijmaacii baa waxay u dhigayaan qaabkii culimmada islaamka u dhigeen qaab aan ahayn marka ijmaaca oo la fududaysto oo la yidhaahdo waa laga bixi karaa iyadana waxay ka mid tahay astaamaha lagu garto waxaa ka mid a astaamaha lagu garto alijtihaad almutlaq in la yidhahdo baabka ijtihaadka hala furo fatxu baab alijtihaad calaa masraacayhi diintan dadkay ka dhaxaysa jaahilkeeda iyo midka aqoonta leh iyo sheekheeda ha lagu fasaxo ha ijtihaadaan soo culimmadu iyo shuruud looma dhigin ninka diinta ku ijtihaadi kara ninka ijtihaadi kara shuruud baa loo dhigay waa inuu siyaasi yahay waa inuu aqoonta noocaasa leeyahay waa inuu funuunta saa ka yaqaano waa inuu ehel u yahay inuu diintan ku ijtihaado markaasuu ijtihaadi kara shuruuddaasay marka duminayaan dawaabiddaasa markaasa waxay leeyihiin adar ijtihaadkan aada adkayseen ka daaya adkaynto diinta dadku waa wada haystaan caqlina waa wada leeyihiin diinta ku fasaxa ajrumi haddaad akhrisato
نحوذا واحد كان أنسو كون ديرين يا أصول الفقه كان ورقات كاخرصت وحباين أو كون ديرين عربية دي أدب كان وحقات كفاهميس أدير مجتهبات هاي قرآن كتوسوات واحد قلب أحضان أدتكو كراع نظرية ذا سوى نظرية عقلانية دو نظرية عقلانية دو إن لفره بابك اجتهادك إهل كي سدادنا هينا لقو فصح طيب وحكى له إسلام بابك إيمانية وحل وحي اجتهادات علماء دي هورا لهايين وطن ما يشهر لك ساري لي كان عصوب هذا هلقات وروحي الصحابة دادالين ووحي علماء دي السلف كد دادالين ووحي أئمة دادالين ووحي كتب إنو قرنا ومكتبة دهان إنو بوحة كجورة ورحقين وقورنا وحنقا قات وارما يدين كان مساكين تا قالوا دو مسكحة وحديثو قليلا بانو انتان رو كتب دا ندي وضطورنا اجتهادك علماء دانا حديقة قادنين سلادة اسوا مركا وحكمي تاهي أصطامها إيه علاماتك اللو قرتك وحكمي دا مثلا غيبيات كوحيالها بني آدم كأقونتي سكمقا أولا يريو أما بدن كيف الله إنكرو بني آدم أقونتي سهر كي قارسي سنته يا سوى وحديدا ما بني آدم كأقونتي سوى حديدا قبل ما لي والبو مثلا وحضر كيسا بني آدم كوحو صو صارو أغادي وأدون كأولا صوبحي محوء هاي مثلا قاب عصب iskaarsiin cusub iskaarinta waxba ku soo kordhay cilmigii caafimaadka waxba ku soo kordhay cilmigii hindisada iyo dhismaha waxba ku soo kordhay sooma maani walba wax cusub uu helay tayib waxa cusub ee uu soo saaray masaga abuuray mise ma jirin intu san helay soo wax jiray ma hayn wax jiray buu aha laakiin isagu ka qarsoonaa wuxoogaa buu helay inta ka qarsoon baa ka sii badan مالي من مركب ولي وحبان صوهل لي مالي ولي وحبان صوهل لي وار مالي كاغن مسكين كي مالي بوح صوهل هي انت كما قلنا اي كسي بضنتهي بالله عليك با دون يئنا تلاهدو وحي انان اركين انان مقلينين او حواستو قبنينين وح تشير ما چينكو مجيرو ملايكتو مجيرتو آقرا مجيرتو وارقاز على وعيال اخرين صوما مركا يعني ونوع جنون اول ونوع جنون علامات كلو غرتي كميت هي وحا كميده مثلا وحا ليراده القول بالنسبيه الحقيقه القول بالنسبيه حق نسبيه الحقيقه ومثلا ادو موقت قراغن سوماليغا بوغيسو حقائق العلم يا قيم كاخلاقي يا مبادئ التشريع وحيليهن ما بجيرتو حقيقه مطلقه ودا صحه ما جيرتو اديك الشيء قدين عن مركات كي استاغتنا وناغ بو كاغا موقن كرا كدنكا كتاغن حمان بو موقن كرا سوما wardankan ka taagnaa ka soo istaag soo madhis wardankan ka taagnaa baad ka istaag warka wadaad guursatay fool xumaa baa lagu yiri warka soo yiri dhankan ka istaagay baadan iska taagin sooma alhaqiqa nisbiyya wax la yiraahdaa wax isagoo dhan wada xaq ma jiro ee adiga dhankaad ka fiirisay yaa aragtidaada u buu sax ku noqday dhanka kale marka laga fiiriyo khald buu noqon karaa wan nadariya falsafada reer galbeed ka soo jeedo waxay ku tatbiiqinayaan marka ee muxuu ahaayay waxaan isbeddelka nadariyadan tatawurka ku tatbiiqinay waxyaalaha ay aad ku dareemayso waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo taariikhiyatu nass wa naz'a taariikhiyya in la yiraahdo nusuustan iyo diintani waqti bay lahayd waqtigeedina waa qaadatay waqtigiina waa isbeddelay waqti cusub baa la joogaa warka haddaad maqasho waa caqlaani calmaaninimana u dheerta calmaaninimana u dheerta astaaba lagu gartay kamid waxa kamid mesela wax la yiraahdo at-tasamuhu ad-dini oo mabda al-wala wal-bara ay kaga takhallusaya dadku askumid galka iyo muslimka iyo kulli dadku askumid tasamuhu ad-dini wax la yiraahdo shariicada hal fududeeyo shariicadu iyadaa iska fudud wixii adagna iyadaa waa fududaysatay fudaydka uu raadinayo marka wax way halaga guuro wa warkaas wuxuu dalishanaya qawaaciidi taysiirka war diintani waa ما جعل عليكم في الدين من حرج الى دين تحريري اذن بقل وما حضرت امرك تربض اسكا قات ادونك بها هلكا مرهي مرك تيسير تتبع الرخص كوحليله مذهب كستو مذاهب تفقيك كم اذا اما علمك كم اذا مذهب والبميش وكفدو دي هاي بي كا قادنيا شافعيه اذا هيان ميلها اي
مذهب كاسي مذاهب تكلم كجفود يا الرصانية حنفي آل هيان ملوه كفود ضابي صو الرصانية مالكي آل هيان ملوه مذاهب تكلم كجفود ضابي صو الرصانية مركزا وحيسو كين هيان خليط من الرخص مركزي الزنادقة النقانية من تتبع الرخص تزندق لأن هو الرعمة تمرق دي الرعمة تيد هذه نوسي فقاري علامات كذا وقت جاي نقف كذا يستامه هذا وقت جاي نقدر نحسنه أنا كوجا بجبين الله بقضب قضب ككوبات فكر كان عقلاني كه هي عقل إن إله لقى بتولان نقضه نصوص تي وحي كنا استجو كرسورة كنا وحدونا نديدا وحدونا نقبله مسألة ده إيه ده آه ومسألة الرسالة المعنية أخيرا رجع جلعي أما ضدك جلعي فالصفة علم الكلام عقلاني نمذو لو ميت بيكودن بيها إنه زندقو يقال نمو كود انت روح والعياذ بالله وإساقو وريرسانو الدين لآنا دنتو قاربدا إلهي وحو وافتشيا عمري قودة مركي وحا كود أميين إنه توبت كينا نصو نقدا قراننا عمري قودة إنه وريرسانايا مثال دوران أن بحنه أو تلمام يا عالم الإسلامي رجي علم الكلام كأي فلسفة كعام بحي نرشه ذو حاجي كدن بيسي دور تصالح كسو قادم مثلا تصالح كوبات وأنك لديه تري إمام الحرمين الجويني إمام الحرمين وحو أها أبو المعالي الجويني من أعظم أئمة التأويل بوح عقلك هي تأويلك هي علم الكلامك هي فلسفة الرجل أدو قلبها كتابتي سنة أدو قلنو سري مسألة التأويلك لهذه علم الكلامك خاصة كتابك سأل إرشاد مدمرك عمري جيسا كوقات أيو كلابتي وحونك قلابتي كتابك لأولي اللي لهذا العقيدة النظامية كتابك أسود دنبيه بوكاقن نقضي هذا الكيسي أيها الكويال وهذا الدير أوليه اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها فرأى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وفيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه والذي نرتضيه رأيا وندين لله به عقدا اتباع سلف هذه الأمة فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة وقد درج صحب الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها فلو كان تأويل الظواهر مصوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع بحق فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلة ويكل معناها إلى الرب ومما استحسن من إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه سئل عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة فلتجر آيات الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك وقوله تجري بأعيننا وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا به فهذا بيان ما يجب لله تعالى انتاسه قبله بعقت إركدي أو عمري جيس أو كقطة علم الكلام هي فلسفة يؤخر كي وحوليها الله لابتو صحابتي هي السلف كي سيئة هانشرين وحيك الورير بوها
هذا اللي زوج حكم إذا لقى سو قريه إنه يري لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي عليه بد هيريس أو هير كيدو أدوين هي موجده هيدو بانقليو إسلام كي أهل كي سينا واكتك يعلوم تيسيو وحي كتشوغ ليهدين وانكتشوغ وانقليو حدنا حدين النحريس تربي إسوغ قارن بو هلاك يويل با إسوغ نادي بو حدنا وحان كل من يابلو هو يدي عقيقة دي بو عقيدة دي هو يو حبرتي إدش من عقيدة دي دكو جيريونا هي محوكا بودا حبرتا دوقضا إسلام كي يفضل إسكيغا كورت فلسفة ما تقان علم كلامنا ما تقان لكن ما هي تقان يا إلهي واكلك هنا العبد نبي محمد الرسول كي سباها الله الرعب دينا انت هاسف كوبي ديش هاي صوما فيلسوف كي عمري كي سو كردم علم الكلام أخيرا دوق راسو كسو النقضي عقيدة دي صوما ركتان وهذه الحقيقة وأن ننك إلهي تبارك وتعالى أوافتشيوه إنو صنو وعقم إذا رقص أبو حامد الغزالي محمد ابن محمد الغزالي أساقنا رقي تأويل كي علم الكلام كان آذو قليب كمده كتاب كيس إلجام العوام عن علم الكلام بيساقنا كغن نغضي صدح أصل مركو تأسيلية كذب وآذو قيمة بضن أيو مركا كذب حليها وبهذه الأصول الأربعة المسلمة عند كل مسلم نعلم بالقطع أن الحق ما قالوه والصواب ما رأوه وكوه صحابة يتابعين تيوه هذا القوام وضع آخرين لها لكن وقت يعني سامحين طيب هذا الكيس ميش قوة قرين لكن لك صدقون قرين سان إلجام العوام عن علم الكلام سدح قاعدة أيو دتشي وكوحو تشين أيو صحابة يسلف كوحي أي مرين وقرآن كي السنة وحي كتسين الوقاف قاف صداء إنه صح أهيد وحي دنبال لك لي علم الكلام يا فلسفنا إنه خلد أهيد وحال الشيخ أبو مسادير تقار كتكو قرن الإمام الغزالي نولشي سقيبتي أقدم بيسي إنه صون نقضي أو كتاب كقرآن كا إيو أحاديث تصحيح أساس خاصة بخاري إيو مسلم إنه أصول الله بطيو كو جيريو إسو واحد وحاكم إذا رقا إيقا الإمام فخر الرازي إنك أتقران إسان سجن الرجاس رجا أقوى وين كمده كتاب كيس اللي يدل له أقسام اللذات أقسام اللذات بو سجن كجن قرا يا علم الكلام كيف فلسفة دي عمري كيس وقوقات هذا قيمة بدن بولي وحولية لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وفي النفي ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وعليه هاي كتاب كيس أقسام اللذات شدتك علمك كلامك هي مناهج فلسفة أيان آذو لحق ليبور خبير بانكو نقضي لكن أخيرا وحن قاريبور نين أومنا ما أنترتو نين تشيرنا ما داوي زبور طريقة أقولو وحن أقادي بنينو طريقة قرآن كي يحي ونصوص تا قرآن كي يصنع دو كتا على الظاهر كي يصنع اي كتا صيص إلا لغا اللي حينين آيادو كي ورقاس وحول نين كي تيشابة دا أنوغو آن غلاي غلا انتا آن ما انتا قرتي بو قرام بول أهل نين غلاي بالاقا ورصادا ممغش يا الإمام فخر الرازي انتو تجابيو سلكا غاري بو اخيرا ديبو سو نوقدا ماركا سولي ورانا عيلكا كسو حبو سلكيسا تغا ايغا ورصدا مسكين عقلاني اوهو علوم تا فلسفه حتى اي وخوغا ير او جوجتو با دونهاي انو كوريريو رغي باشا دخدا او فريستينا اخيرا وكا دعر باي سو داقي با سو لابتين ومثال كصدحادو سو صدح ما فخر الرازي ولي أبيات بوليه عان أو ميشا كقرية وليه نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا
وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا عليه عقلك بني آدمك دمات كيسا ماشو كل ماني وإنه صوت برمو سو الصعود وقاري ميلو سنوري وسعون كري صوما عالم كان إيو مخلوقا سعيقي سنة باري ويام وكذا كي هيني من هجت أرواح الذي يروح ذا نقول شرتاي وحش يكون وصو شرك النجي يدوى بكلام قيمه سلع عن هايستا دقنا إن شاء الله أنت شكك كالسوني لأنت دين تنقى شيء روح ذي شرك يدوى بكلام قيمه الدنيا ذا ندنا حاصل كيدي جب جب ذي دوحوي وادب يهبار يرفض بكل ما تيجي وحي أنو بارني يبحث النجي يوحن برنيني عمري النجا وحكوط ما ضيبوه إن الأرور النيئون وحن السكر النيوحها وحال ليري يوحير يا أفلاطون وحير يسقراط وحير يهبل وحير يوحال ليري أنت أصلا أرور النيئون وما أنت أصلا دينه عمري كنا أنت أصلا قاضي وعقلاني كان أنتو كوي ما دو مدو بدل كو آيات قرآن أو حديث كو شيء له دور محو هاي وصحف دي أو فلسفة الرجال بيت كا بورك هذا قوتير ناي، أما هاد قريب أما عشا. وحكم إذا رجاسي أرين تاس سيدو كلا لقاها يو كلا بتي شهرستاني بحكم إذا، شهرستاني بحكم إذا. وسجنا إمام كتجران إنسانة، هذا سجنا باك أوقف قدر. وحلي هاي لقد طفت في تلك المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع عن سن نادمه. وكان أذو دحق عليه وحوري رسول ما يحكي له بسوا أيه رجع فلسفة علم الكلام كجلي نين طبعا كحيس يمد إلى قراعة يمد وري رسول أو أدون كيس آخرين سو وري رم صار كي صار مساس درادي حديث كي يصون ندي الله أبته في درادي سكب بسيط كهيدا عدم الفهم ما يكرتي وركه هلا الله أبته والله قال له قلت هو معنا وحكم إذا رجع زي نين لي هذا سجنا أفضل الدين الخنجي تقريبا وحو نولا قرنيجي وحو جيريو ده شنب قولي سكاشنك قرنيجي الحاد بو نولا نين فيلسوف وها إساقنا علم الكلام كتوص وحو ليه إشهدوا علي أني أموت وما عرفت شيئا إلا الممكن يفتقر إلى واجب ثم قال والافتقار أمر عدمي فلم أعرف شيئا وحو لعب لقيه ورلي يوم مرقاتك هذا بيقولوا لمن يوان لمن يا أنا وحب جرني صوت محيط هاي وحن برنا يوحوا هابور ممكنكو واجكو بهاي ما تقعنا الواجب كي ممكنكو مخلوق واجبكنا وألي مخلوق ألو أبهاي بن عمري جي جبرنا يبي ورينتا صمودا نقال حجزة أول جد وحب آخر سنة هدي لي هذا مخلوق وإلهي مو بهاي وأبهاي هاي بيقول نين با عمري جيزة انتا كل ميوة چيت دير اصامره وليقي انتا زنبرنا ايو مركزان هدنا وحان وقال ايبو اسلام السلدي لفت هذي والافتقار شيء امر عدمي باهيدا سي اوبا هيا مخلوق وخالق اوبا هيا هنا وشيء عدمي ابو شيء موقض ما بقى هوا سيداز براد النتيجة دو محاين نقطي زيرو وحجر اوما وحاما برانيب ورمرقاتي كا هذا انا وحو قريني مان دمان ايا صنين صور يا ريما طيب وحكم إذا رجع يجا رجع بدن النوع عساك شرح أو مدي كم إذا حليه مثلا أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام ضدك فلسفة دي كلامك قاله مرك لمن يضدك أقول شك بدن إلهي يأخره يمبادي يروم يكشكني ساس ضراد الزندقة يو حيقول لمن يان دين الآن بيقول لمن وهكذا مد كم إذا كم إذا حليه لبعته يقول عظيم فاستغفت برب الفلاسفة لبات أقول عاد، ورجال حاولوا يقولي، فيلسوفين تربي إسكالها أي إله أقول رمي سنايانو إكالمة ليك أنا جاك، لا يما كالمة نبي، معايلي، واحد شير ومين رمي سنة معكوا كالمة، مرجال مركل وحنورنا وغذي يقولي، يعني يا رب الجهمية أغثني، جهمية الرب جاديو، جهمية واحد رمي سنايانو إكالمة ولا عاون وايف، هاي الجهمية واحد رمي سنة وعدم. صوما عدم وحمتها مركلا رواقضه وحاولوا يقولوا رب القدرية قدرية ذا الرب يقول يعاوي نبكى نقاط وحب الله يمقى بالنبو
حيل قدريد والرب يروي سنتها والله والربي ومت خير كشقيه من شرك الشقي وزيد محواي يعني ما قل لي شري والثانية ذوك الزمان مجوس هذه مجوس دوا وحب الله يمقى النبي رب المعتزل عن إريبو وحب الله يمقى النبي مركزه وحان إريبو وحان فاستغفت برب العامة فأغاثني ضدك هذا دوينها ربك أبو رطيو يعاود مركزه اللي يعاوي ربك دوينها ومضاها هل ربي بيني وأنا ربك حقا نمن كان لكن لومي فلاسفة ضع أي وريري وحيالك لي يقوك مشغولة ورك واجب جبيني الناي وحنكون ختمة إن شاء الله تعالى فكر كان عقلانية ده حديث كعصب رجع تبني أدو فافي علمانيين بيسوقوا شيران دين لا ويال بيسوقوا شيران رجع علماء وصان تلمانة بمسايش قارك علماني كو وحكوا شيرة عقلاني كو أبى شيرة إيه وحكى تلمامي كرنا موضة كوبي كرنو حكم إذا مثلا رفاعة الطهطاوي إيه خير الدين التونسي اللي يلهده أحمد خان كهندي جمال الدين الأفغاني محمد عبده لوضعنا إليه محوها هاي فكر كان اللي قانو يعني العقلية العقلانية الحديثة صليقة أواه جمال الدين الأفغاني أولي بقرآ الله دم بصوبح أي كتهم أيان إنو تجي تشري مجالس تماسونية ده ومنظمة سري ويهود لي جمال الدين الأفغاني محمد عبد ونك هذا نيدين كسو قورني محوها شنبراها كوفة سيرة هي و وجراثيم تكوفة سيرة هي تشير مسوي رقاسو وحكم إذا رقا يقع نيك لدي تشري محمد الغزالي قديم كما محمد الغزالي معاصر كان برضه بنت وحكم إذا مصري وحكم إذا محمد عمار اللي هذا وحكم إذا راشد الغنوش ودغنا راد النغنوش وأني كان حركة النهضة تونس مضح دوا هسجنا عقلانيين تو كجرا وعقم إذا نلي أحمد كمال أبو المجد وحكم إذا طه جابر العلواني صومالي قراء الكتاب كأبوك أو قري نينك قراءة مسألة الردة كصاب سن نينك أو كسو قري بالرمتي هو وحالي هذا طه جابر العلواني بالي هذا سجنا وعقلاني وحكم إذا نين ويهن دم بأذي دل يرادو إنترنت كورد دغستان وقاركوت كت أثورين ولا يدهدو عدنان إبراهيم وفلسطينية ويوروب مال كم إذا خطيب كأمساجد كيان وعقلاني ولي بالشيعي أو دل يرب ضم بعنا وحوا ويان ليش إن حروي وحكم إذا ترابي حسن الترابي بكم ومص ومش اللي يدهدو السودان خصوص بضمبو إن كراي وعقل ومقعد إن كريه مركا رج بضل النوع عاصوا رج وحكة جت أثري أو قيبة كم إذا جت أثري وحكم إذا دكتور قرضاوي بحكم إذا ويسجل النصوص بضل عقل عقل يكون إن كرو كدي وهكذا وبدين الله ما بدي وركا وحنكو جب جبيني نمرك مبادئ الهدات فهنتو أشخاص توا بتسكجر سومالي دوايان وحقا وينو يرى أسطرنينو عالم كدين عبينو كيري تشيرنيو في ضرضان إساقنو لين حقا مربا وحينو سوق شي فكر كي ليلان إيو ماركس أها محوقا هاي ماركسية دا ودولة دي لسنية دي دونتي سوق لين قوليه سرقات تينا إلهي باينك قفت عقلاني يا علماني الرسمية أو فكر كعلمانية دا تنظيرية او الضوضة او وحكا قرى او الصومالية ولي بسو عامل باللو قيدي با مارك هذا اللي تشوك عمر بوغن ينيك قري يرقى دواصو حدا اسبدال دونك اللي ده رقى سا هرمود او عقلانية ده اي علمانية ده صومالية ده وانا وحرمتي اللي لسو قيي بربورينتا يقبات هذا اي مرحلة اللي لسو قيي ويؤمدا ان افكار لغفره مرحلة واحدة شرطة أي هي ستي وحيا لبضا أين السوق اللي كرين لكن مرحلة واحدة شرطة قال هذا أي كل السوق يسول دونه يو أفكار فربضا مركا أين أي كوجي اللي كران أو لغوس لغسوق اللي كري عقلانية دو مركا جواب تجابنا دو هي اللي كرتا واحدة عقلي بشرع اللي جهر مرينا يا روح مسلم كاسيف فضود إنه وجد جوابي كرو لو سؤالات بعد سويدين كرتا عقلي جبني آدم كوه حلس كوه فقسين هاي إنه قاصر يهي أو سواح والبقرانين
سوليسكم وافقسنا طيب وحي إلهي سودجينا الله سودجي وحكا قرصون باتي وحي كيمت الله أن وحبك قرصوني هي عقلي كتشرة أولية هي روح بري وحر دعي بأن قرنين لبدا سكي الله هرمريا يا ميتك كسو تشيدا الله أيسا وحبك قرصوني كاسا هرمرين تالي كان مسكين كهرمرين مالي قاصر كا. سو قضو ما قضو كلمات هذين إن هذا عقلك أصل الدين تهلقو ميزامو سوي الدين وحاله عقلي يضو اسمه وافق سنة عقلك يا انت انا هذا ماشي فرده ما انت هذي لين هذا الشيء قبل فيريا اسكو عقلك قد نقول منه سو ساس ما عقلانيين تي فلاسفة دون اسكو عقلي ما طيب عقلي جايبا شرع هذا أن كم ميزانا أو عقل إذا هذا العقل المطلق أما العقل الكامل ما ترى أو كل اللي ود أقوليها إنه ضدك أقوى صري ما اللي هلي لا ما هلي مر هذا اللي هلي إني هذا العقول وراء رسانه أيدي بقى أن سوافق سنين وحي جي إلهي سود شيء هلا صاروا ميزان استجو طبعا رس أقولين شرع هذا هلو علي معقول ما عقل من السؤال سويدين لصبا وأمد كلا عقلك الذي دينته لعليه سو عقلك كان ما أي كصوب حذي الله تبارك وتعالى تشريتان كي سبنان كيالو ما تشري إنو يلا سو عقلك أي كصوب حذي ما هسان حلبة المامين إنو الله عابده سو عقلك تشير كعابده ما سو عقلك بني آدم كي كرامدي سينتو كقاضي سيدو حولها اسكوفة صحي اي تشتك اسكوف بوضي يلي ما عقل من عقل كان مريه سنوع عايه هنا ترى هذا هو مقدس شرع هذا لا عليه وركن يسقى أباهن إن مر الله حلو سقى أباهن الله أستره سو ساسمع عقل جواي مسألة ذو مركه وحويان مر هذين عقل مطلق تشرين عقوش بني آدم كان خبث قاسي كصوب هاي وحي أباهن تهاي حقيقة بيك من لا عن كوحوي عقل جو يسقى أباهن إن شرع هذا هكته وحيه هجو افتيميو سان حالي بسو شيغي ان حدو سان وحيه افتيمينا حق يا باضل مكلا غرانكو وا اسكا هجبسنيا وا ان دلا يحي و خو دونو اسكا دحي وها نو عاسو كلا وي marka waxa la inoogu yeerayo arintaasi marka sida markay inoo fahanay ee xaqiiqa waxa inoo soo baxday diinta ilaahay ina si ee quraanka iyo sunnada iyo jamaa iyo manhajki salaf kale wax qaama بين آدم نمكيني هرينا أمة إيماني دبنا أويبان معي الله إن السين وكم هتسيني هاي إن جونا وين أنكم يتبنو مسكين كلا صو خلضي مسكح ذا اللي جسوا كاتي إدونا يقشن كي مسكح ذا اللي جسوا شو بينو إنه جوش شو بنا وأنا اللي نحن رالله أنا جو مني هندت قتن أو قشن كأو قتن وادركسنا هاي الحمد لله ما شاء الله عدي سلاح أنت وحي كذا بيا مسادير تي مراجع ببحثها أما محاضرة وحكم ذا كتابك اللي له هذا الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي وحاسكلا نك اللي له هذا الشيخ محمد البهي وحكم ذا كتبته الصراع بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي أولياء الشيخ أبو الحسن الندوي وحكم ذا الفكر الإسلامي المعاصر لغازي الطوبة أي أسكله وحكم ذا مثلا مفهوم تجديد الدين أو سيدوك الأولياء هاي نين شيخ الإلهة بسطامي محمد سعيد وحكم المدرسة العقلية في التفسير أوليها الشيخ الإلهة فهد الرومي وحكم ذا كتاب أولي نيكي أديب كمورخة مورخة عالمك مصري جها الإلهة محمد حسين وإستجنا الإلهة الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر الإسلام والحضارة الغربية سيدو كله وحكم ذا كتاب الإلهة الاتجاهات العقلانية الحديثة دكتور ناصر العقلي وكتاب أبو قيم بضن وحكم إذا كتاب كل هذا نقض أصول العقلانيين أولي الشيخ اللي هذا سليمان بن صالح الخراشي مربضا عقلانيا ولدي عصرانيا ولدي وإسكاء الدوي عقلانية عصرانية مركا إن شاء الله تعالى إنتاس أنك قبحنا محاضرة دي عقلانية ده وأبينك إلا بعد نوسع بإذن الله تبارك وتعالى إنت كذب وحنوجد بدوننا دي بانكسو إعلامين دوننا بوغي warka kiciye maxaa ku yaala maxaa gudiisa ku yaala miyaan iska maagnay mise waa maagan yahay
سجع معكن إذا ولد دام معي ونوب الله صلنا إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.